ماشي الحال والله. هنا يعني المعيشي غالي على هوات اللي يعني الغلا هون كتير غلا. بدوخ لا بالوجع وما بيطص بطص عمود الفقري عم يوجع عمود الفقري. شافوا الدكتور؟ شافوا الاسم يعني ما اخذنا الاجراءات ابدا. طلعت لهون عملت عمليه بحمص، طلعت لهون كفت عمل العمليه ثاني، طلع معي قطع اوتار باجري، سببت له مشكله انه ما احسن امشي. انا والله ما انا ما بحسن اشتغل، يعني انا صار لي 5-6 اشهر قاعد بالفرشه ما كنت اتحرك ولا 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 مليمتر، كنت احسن اتحرك. استأجرته ب 100 هذا يعني 140 دولار. ايه يعني ما في انه انا الحمد لله انا عايشه انا اولادي بامان، هاي اهم شغلي، وما انه بس انه الواحد يعيش حياته. انا الحين ما انا طامعين لشيء كثير، بس انا يعني حابه يعني هيك بتمنى انه يضل مستمر انه بس يعني استمرار باجار البيت وضل عايش بامان. ثلاث غرف يعني بتكون غرفتين ثلاثة ما أكثر من شيء يعني. كم واحد ساكنين فيه أنتم هون؟ يعني فيك تعدل حوالي 30 نفر. 30 نفر؟ آه. صارت الظروف عليك أصعب عمي لما إيه؟ طبعاً شيء طبيعي يعني الظروف يعني 2 مش زي 10 و10 مش زي 20، شيء طبيعي هذا الكلام. لأنه الحياة شوي ضيقة، الحياة المعيشة حياة يعني صعبة شوي. والحمد لله يعني شو نسوي يعني. حل علينا الظلام وأنهينا جولة طويلة إلى حد ما في محافظة الزرقاء، ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان في الأردن، وإحنا في منطقة من أكثر المناطق ازدحاما وشعبية، هي منطقة مخيم الزرقاء، مخيم اللاجئين الفلسطينيين اللي يستضيف اللاجئين من سنوات طويلة. الآن أيضا ضاف عبئا إلى عبء وضاف جهدا إلى جهد مع إخوانهم السوريين الذين نزحوا مؤخرا، أغلب السوريين في الزرقاء من حمص ومن حماة، وهنالك من هو من إدلب ومن مناطق أخرى. عندنا حوالي 130 عائلة سورية موجودة في محافظة الزرقاء. اليوم كنا بتوزيع المساعدات العينية والمادية اللي أنتم قدمتوها معنا، وعلى أمل أن نستمر بتقديم هذه المساعدات بدعمكم ودعائكم. أحوال الناس صعبة، هي ليست بالسوء الذي وصفوه لنا لأحوال الناس في الداخل، ولكن بجميع الأحوال الغربة قاسية، الغربة صعبة. لما يترك الواحد بيته وأرضه إن شاء الله بيرجعوا معززين مكرمين، وطالما هم ضيوف وطالما هم لاجئين بهالمعنى، طالما إحنا إن شاء الله واقفين معاهم وين ما كانوا وين ما حلوا وين ما ارتحلوا.